السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم الإخوان، بعد ما عطينا ديك الوصفة ديال ديك الوصفة الطبيعية اللي درت في الفيديو السابق، نشوفوا دابا هاد الوصفة كيفاش غادي يخرج الحمام يطير. وهاد نتمنوا الخير، تحياتي لجميع الإخوان، خليكم مع التوليعة. شوفوا الحمام كي تيخرج، هاد الصورة تبارك الله باش يطيروا، راه اللهم بارك. دابا حتى الحمام فاش يطير مزيان بحال هكا وهادي، تقدر يعني دير ليه تريتمو، دير ليه تريتمو خفيفة، يعني مت فهمتي، مت خاص يلحقاش الدواء بزاف، راه صعيب شوية على الحمام. عطي داكشي خفيف وهادي، المهم عندك هو الحمام يبقى بواحد الصحة عالية. تحياتي للخوت. دابا تقريبا 4:30 نيشان، 4:30 نشوفهم شحال ما شحال يديروا من دقيقه، بحال البارح تقريبا شي 55 دقيقه. دابا نشوفوا اسمحوا لنا التصوير، الكاميرا شويه على قد الحال، التليفون باش كنصور. وبالنسبة للناس اللي بغي يدربوا الحمام وهادي، يعني الحمام ضروري الخوت يكون المهم الماكسيموم ديال الطيران ديالو فوق اللوفت، خاص يكون بعدا القليلة واحد ساعة المكانة، لحقاش ممكن تصيفطو غا 5 كيلومتر، ولكن ديك 5 كيلومتر يهجم عليه الطير، ولا راه غادي تولي كتر من، غتولي 60 ولا تولي 70 كيلومتر، وداك الشي راه واجهته أنا هنا في هاد المنطقة هادي. يعني المطلق ديال 30 كيلومتر تقريبا كاينه الحمامه اللي طارت 3 السوايع 4 السوايع، داكشي انا باش ندير، يعني كان الحمام كان خاصني نعتمد على الطيران ديالو مزيان، يطير ليا مزيان فوق اللوف، و الا ما طارش ما راه تندير ليه حوايج بحال هكذا، التريتمون ديال التريكومونوز جهاز التنفسي، نقدر نمشي نشوف السجنه، يعني السجنه تقدر تكون حتى هي مشكل. يعني البارحة تبارك الله نطويت ليهم، وانتوما البزقة كيف دير هاد الريش الرقيق هدا، راه خاص ضروري الحميمات فاش ضروري يرميوه، هدا راه تيدل على ان الحمام بواحد الصحة جيدة. الحمد لله ما كاينش شي بزقة تتخلع ولا شي حاجة، هنا راكم عارفين النفاخة تياكلو غا داكشي اللي بغاو، ولكن ماشي مشكل بحال دابا هاد الشعير المرة واحد الطريقة، مو طريقة راه مجربة بالنسبه للشعير، يعني حمامك ما تياكل الشعير ولا، ديما في ديك الوجبه ديال اللي غادي تعطيهم ديال الماكله، تعطيهم هذاك واحد المقدار، تسبق لهم الشعير هو الاول، صافي ياكلوا منه واحد شي شويه وكذا، عاد دير لهم ديال ديك الماكله ديال الكماله. وبحال هكا راه الحمام تبارك الله خاصي الحمام غير ياكل الحاجه، عفوا خاصي الحمام غير ياكل الحاجه باش غادي باش بانه غادي بحال كتي غادي يعرف بانه راه ديك الحاجه استفد منها. نعطيكم واحد المثال بالنسبه لديك ديال الخضار، ديك الوصفه ديال الخضار ديال الباربا، وهادي ديك الحموريه كتبقى تخلع الحمام في الاول، اول مره تحطها الحمام راه غادي يتخلع، ولكن غير ياكلو غادي تولي تشوف الحمام غتولي تحط ليه ديك الماكله تيدخل فيها طول الوقت. علاش؟ حيت عارف راسو بانه راه استفد منها، الجسم ديالو استفد منها مزيان. دابا راه فاش طلقت الحميمات راه ضروري هادشي غادي نطويه، ضروري تيعجبني انا نشوف داكشي نقي. راكم عارفين بعض المرات المورال ما تيكونش راه كتسمح فيهم، ولكن ضروري يكون البزق كارم وسط السجنه. هادشي علاش ما تنداويش انا الاكتيريا هاد الكوكسيديوز، حيت عندي تقريبا الرطوبه مزيانه عندي في السجنه، يعني السجنه راه مهزوزه على الارض، راه ماشي راه كاين غلاف من التحت، عاد درت لهم هاد الخشيبات هادو باش نبدا نخرجهم نكراطيهم ونردهم. وتحياتي للاخوان، وحنا معكم. ودابا حاليا يعني تقلب على الحمام، ها هما راهما غاديين، ها هما جايبين الدوره،
تبارك الله راه تي الحمام تي تي درع كما تيقول في شق السماء. نتمنوا الخير، احنا خدامين معاهم يكون خير ان شاء الله. بالنسبه اللي عنده شي سؤال، عنده شي انتقاد، مرحبا، ما كاين حتى مشكل، ومرحبا بجميع الاخوان كاملين. تحيه للناس الموالع من طنجه للقويره. هاد الكاميرا عيانه، زن يسأل عنا نتقداو شي تليفون مزيان ولا شي كاميرا مزيان احسن. نتمنوا الخير. مره خاصي شي درون تبدا تطير مع الحميمات. تحياتي للخوت. هاد المطار والحميمات، او ما الحميمات دابا تقريبا مومشي قاش طارو قبيله شي 20 دقيقه ونزلو وخليتهم واحد شي شويه وطارو عاوتاني شي 25 دقيقه او ما نزلو ما كاين لا نهيج لا والو. دابا نزيدو نلعب معاهم واحد شي شويه وندخلهم يقصيو باش نخرجو المبرزيطين. يلا اجي وجه راه مصيبة الطير عندنا، انا مصيبة الحمد لله مصور. تحياتي لخوتي كاملين، موعدونا فيديو جديد ونصائح جديدة وتوليعة جديدة. الله ينوركم الخوت كاملين. تحياتي اخويا حسن برتغال، تحياتي خويا حسن، مرحبا بك اخويا، الله ينورك. تحياتي لك اخويا. طاروا الحميمات تخليهم يطيروا على خاطرهم يرجعوا يطيروا وينزلوا، لان واحد شي شويه ضروري خاصني نعيط عليهم يدخلوا باش نعطيهم الماكله ديالهم ويرتاحوا حتى الغدا ان شاء الله. بحال هكا دير الحميمات راه تبارك الله تيوليو تيقفلوا ساعه ونص، تيديروا ساعة وتولو تيوليو تيطيرو مزيان. انتي غا ضروري تكون شوية لحقاش الحمام فاش يطير دوك المدة، خاص تكون الماكلة شوية مزيانة باش يكونوا فيها بروتينات الطاقات الدهنيات يكونوا بواحد النسبة مزيانة. هذا ما كان الخوت. نقولك ها احنا ننزلو ويرجعو تاني، احنا ننزلو ونرجعو تاني ماشي مشكل. شكرا للتفاعل ديالكم الخوت، ان شاء الله نجيوكم بالجديد وكل ما هو جديد. وديما الخوت نقلب، راه ماشي يوميا تنبدا نقلب بحيت دوز من هنا قرا من هنا. هذا الله، حاولوا نمشيو على قدنا. خالد 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 أرضى مرضيين وي تسنى نشوفو الحالات الحالة ديالهم. راه الحمد لله راه داكشي غادي يتحسن يوم بعد يوم. يلا قطعت بغيت نقطع الفيديو وما يقعدو عاوتاني، بحال خلعاتهم شي حاجة بحال اني مزيان اليوم وكم ما خاصيش انت اللي تخلعهم، لحقاش لا بقيتي كتخلع الحمام، الحمام تي صافي دماغه تتولي في يديك ديال يبدي يخاف منك. صافي خليهم يطيروا بوحدهم. نتمنوا الخير. هاد الوقيته شويه صعيبه راه تيكون الطير في هاد الوقيته هادي، ولاني ما عندنا ما نديرو، الحمام خاصو يولف هادشي ان شاء الله. الطير هذا راه هو النيت، اوف الخوت هو اللي يا ربي يبان، يا ربي يبان، ها هو. يعني ماشي مشكل صافي موالفين هاني يعني الى الدار ديالو، الله يسخر ليه. راه في المطالق راه تيولي تيضرب الحرام عام ولاد الدبلومات. تيجي عند الحمامه تيقول لها انت عندك الدبلوم، اجي انت ما عندكش الدبلوم، سير تدير الدبلوم ونديوك.
اش هادشي هذا هما تيدورو عليه الحميمات، يا ربي يكون تيبان هادشي. دابا هذا راه ماشي خطر، الطير هذا اللي هنا اللي لتحت راه ماشي خطر، تيبدا يلهيهم وكاين واحد اخر وهي نتوا، هي اللي كدير كتهجم على الحمام. ما تلاحظ هادشي ديما تيبقى يدور واحد معاهم، واحد الشيشه كتجي وحده نازله ما تعرفهاش منين نزلات كاع. يلا يبعدوا علينا وصافي، راه داهم اللي مسخوف. نتمنوا الخير. حل دابا هاد اللقطه هادي وكا راه كاين الحمامات اللي ما تيكونش عندهم ديك يعني ديك التغذيه مزيانه بدوك الخزانات ديال الطاقه ديالهم، الا ما كانتش عندهم راه يقدر الحمامه يزرب عليها الطير. يعني خاصي تعطي واحد المجهود كبير في واحد الوقت وجيز، وفهمتي تبقى شاد الريتم ديالها باش تقدر باش انها تخلي. او ما تبارك الله راه خلاو لهيها او ما جايين الحمام المحارب. الله يجيب لنا شي كاميرا مزيانه. تحياتي للخوت. ايوا الحمد لله راه ما عطاك حتى وحده، عرفوهم صعابين عليه. هذا ما كان الخوت، تحياتي. بالنسبه للحميمات لاحظت بحال يعني كانوا تيطيروا شي تيدوروا لي هنا بحال كيضارهم الجوع، من بعد ما كان تبعهم الطير وهادي. او ما تبارك الله راه هزوا الريتم، طلعوا الريتم. دابا في هذه اللحظه هادي اللي شت الطير يعني تابعهم، يعني هما طايرين تيدوروا عليه وهادي، يعني تيديروا واحد المجهود. فغادي نحاول اليوم نعطيهم في الماء، فاش غادي ياكلوا غادي نعطيهم العسل والجليكوز اللي نحاول نعطيها لهم. هادو هما الحوايج اللي تنقولوا للناس يبداو يعني يحضيوهم، فهمتي؟ بحال هكا كتشوف الحميمات كينزلوا وكتعطيهم، تقدر تعطيهم غير المعادي بعض المرات، ماشي غير. انا مو انا شفت هاد الطريقه هادي، وشحال هادي نيت ما عطيتهمش العسل، غادي نحاول نعطيهم العسل، ندير لهم العسل والسيترون نعطيهم يشربوا. هذا مكان ما بغيتش نصور فيديو يجي طويل شويه بزاف، داكشي باش المهم تنقطع. وهادي هما تبارك الله طايرين واحد المهم مزيان كوميم، حقاش في الاول راه تبارك الله تيطيروا بواحد السرعه خطيره، يعني سرعه النيت واحد ثلث ساعه 25 دقيقه صافي ما تيبقاوش يطيروا، تيطيروا شويه ريتم، تيبقاو شادين ريتم واحد. ما يبدي تحسن لهم دابا المستوى شويه بشويه، حقاش قريب ان شاء الله ما عندي شي حميمات قرا يعني يكملوا السيوفه ديالو، قرابين يكملوا السيوفه ديالهم باش ندخلوا في لي زونطريمون. هما بغاو ينزلوا، تسنى دابا صافي غادي نصفر لهم. نفس الديكور هما تهزو، حنا بغينا ندخلوهم هما تهزو عاوتاني، ما فهمتش شي حاجه كتخلعهم ولا هما تهزو عاوتاني. صافي ماشي مشكل، خليهم على خاطرهم، خليهم طايرين شي شويه عاوتاني نزلو نشوفو معاهم يدخلو. المهم راه مزيان بحال هكا تعرف بان الحمام عندك يعني الريتم مزيان عنده، يعني في اي لحظه يطير ما عندوش مشكل، ماشي ضروري يعني ضروري الجوع غادي ينزل ولا. ايوا نتمنوا هاد الطرق هادو يعني تؤدينا الى روما. تحياتي لجميع الاخوان. صافي بقى دابا يبقاو تيقشبوا عليا شي باش خايب ترد حمامك صحيح. تحياتي للخوت. خالد 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 هاهما الحميمات عاوتاني بغاو ينزلو. خالد 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 يلا انزلو. خالد 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 خالد
كما كتشوفوا الحميمه تنسد عليهم، تنحاول حتى ينزلوا كاملين باش تنحل عليهم تيدخل. يلا دخل 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 دخل، زيد 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 زيد. هادو هما الحوايج كيساعدوك باش يعني ديك التنعاود ديال الحميمه تولف لهم طريقه تقرب منهم، وهادي باش الحمام يدخل بلا ما يخاف. يلا زيد البقوص نسدو على هادي، نجي نشوفو الفريق. هذا هو الفريق، نخليو هادو دابا يقصيو تنديرو، غادي ننزل لتحت باش نجيو ليهم ندير لهم العسل وهاديك المسألة، ونمشيو نطلقو الذكوري يحوموا تا هما. وتحياتي للإخوان، نتمنى تكونوا استفدتوا شي شوية معنا ولو غد شي حاجة قليلة. تحياتي للإخوان جميعا. المهم راه نزلنا لتحت الخوت وصوبنا للحميمات النتاوي هذا، وغادي نعطي تال الذكورة. درت لهم هنا تقريبا هنا جوج يطرو واقيلا، ولا يطرو جوج، المهم جوج يطرو بحال هكدا قل شي حاجة. فسميتو كتشد كاس ديال 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 الماء كتسخنو، كدير فيه جوج معالق ديال السيترون ديال العسل، وتدير فيه واحد المعلقة ديال السيترون داك العصير ديال السيترون، وكتخلطو مزيان باش يكون يدوب داك دابا داك الماء سخون هو اللي تيدوب لينا العسل، وكتزيد ليه تزيد عليه الماء صافي وتقدمو للحميمات. وإلا عطيتي الحميمات تشربو صافي، حيد الشرابة، إما حيد الشرابة المهم تحيد لهم الشرابة كاع، إما تبدل الماء تدير لهم ماء جديد يكون نقي، وما هذا ما يباتش المهم هذا ما كان الخوت. وكاع حتى الادويه وكذا ما يباتوش في الشرابه. تحياتي حنا تنتولعوا هنا، شوف تبارك الله واحد الفريق ديال واحد الصديق ديالنا، حتى هو بغى يتنافس معنا ويلعب معنا ان شاء الله. اطلقت الذكوره وما مشاو جابوهم صافي، اللهم بارك. راه حميمات راه تبارك الله كاين العدد، نتمنوا فيهم الخير. تحياتي للاخوان، ونقدموا هاد اللعيبات الإناث هاو هما مساكن تيتسناو. الشرابة راه خلاو فيها غير شوية الكريت، مع تندير لهم أنا الكريت مع الماكلة باش ما يضيعولياش. هما تبارك الله تيشربو. دابا هدا غادي يذوقو في المرة الأولى والمرة التانية، راه يوليو تبارك الله اللي خشات راسها راه ما غاديش تخرجو. ونخليهم يشربوا، عندها دار شرب وعاود يشرب عاوتاني. نتمنوا الخير. هادو هما الحميمات كيف العادة نطويينا، كاين شوية ديال داك الريش الرقيق، يعني ان شاء الله لا كنستعمل كندير الفرفارة هنا وكتبدا تخرج ليا هادشي. هدا كنستعمل تا الفرفارة بعض المرات. شي طيبة هادو، راه صدقو كوب في المساخيط، يعني ان شاء الله هاد الذكرى غادي نفطمو، غادي نحيدو لي نتوا نفطمو النيت. تا هدا راه ذكير تا هو ان شاء الله نديو ليه. هدا تا هو راه طلع ذكير، هاديك لي من لي راه ختو، وهاديك لي من لي ختو في الطاجين لي الفوق، وهادي ختو عاوتاني تا هي أربعة د البياسات نفس لالين. كاين عاوتاني هاد الطوبي وديك الدفلية لي من لي، والطوبيل اخر راه هو، وهاد الكحله اللي فيها سيف ابيض، هادو تا هما لالين وحده. وكاين نفس هذيك لالين نيت لي في هذا باه، هو باين هاد النتوى هو جد هذاك الذكر. هادي اخت هذا غا من امو، وهذا خو هاد الدفليه من باها، وخو هاد النتوى هادي من باها، وهاد النتوى هي ماين داك الذكير لي ليه. المهم هادو السلالة الكاتالونية تتشق الجبال. تحياتي الخوت، هذا كاين الخوت ما يتقلق حد. كاين عاوتاني هادي عاوتاني عندي منها بياسة وحدة، وكاين خوها ليه
كاينه عاوتاني جوج بياسات دفليات خواتات. نتمنى كاينه عاوتاني هادي من واحد لالين اخرى ان شاء الله. دابا هاد لالين هادو الى هما لعبوا ليا ماشي بحال هادي لعبوا ليا لعبات حتى هادو اللي لعبوا غادي نلاقيهم عاوتاني غادي نزيد نلاقي بيناتهم حتى نحصلوا على شي حمام اللي احسن حمام هو الاسبيجون. شي حمامه تخرج لك اسبيجون هذاك هو الحمام الزوين. كنصح الناس اللي بغى يشري واللي بغى يتولى يشري ولاد الاسبيجون مو مسول ولاد الاسبيجون حمام اسبيجون يكون اسبيجون وراه هو هذاك الحمام راه تبارك الله راه تيعطي ما كاينش تيبقى المولوغا تيخدم شي شويه راه تيعطي في داك العالم. هذا ما كان الخوت وتحياتي انتم اللهم بارك. هما ست البياسات اللي خرجوا من الفرق ومزيان الحميماتي يعرفوا يفهموا راسهم باش يخرجوا من الجروب ويجيوا للدار. نتمنوا الخير. كتنفع هاد القضيه تاع الحمام يطير مع فرقه اخر وهادي ويخرج من الفرق ويرجع للدار وهادي مزيانه كتنفع مع الحمام. وديك الموردو ديال الحمام راه كاين حمامات راه فهمتي واخا ما عرفتش شنو دير فيها كما قال لي يوسف موسيم واخا تبقى تيري فيه بلي باري ما يدير والو. ايوا نتمنوا الخير. ما تبارك الله الحميمات راه طاروا هذاك شي شويه لي هذاك. دابا انا عارف علاش المشكل ديالو وغادي نقول لكم. ها هما هاد جوج هادو ناضين ولكن هذاك المسخوط هذيك هذاك الطوبي علاش نزل شي حل حل فمو واخا هو راه شتي ديك الحله نيت وانما ديك الحله ديال الفم هكاك الاخرين بغاو ينزلوا الا شفتو الجناح ديالو كي تيضرو جناحو على حساب الريشات الاخرانيين تيكونوا شي صعابين. نتمنوا ما يتأذى ما والو. هذا المشكل اللي فيه هو هذا دابا هذاك الذكير هذا هو الوكير ديالو اين يزقى سبحان الله. شوف دابا هذاك الذكير هذا الوكر ديالو واحد الذكر راه ينزل معاه هذا هو الوكر ديالو. دابا هنا كتكون سخونيه فهمتي كتضرب لي انا السخونيه في هذه البلاصه هذه كتكون سخونه هذه يعني كتاثر عليه. هادشي اللي قلت وصافي نتمنوا نصوبوا هادشي هذا. تحياتي لخوتي. ايوا سبحان الله هاد الذكير هذا راه هادشي خايف راه ماشي ولكن صافي ولف ديك اللقطه ديالي يجي يخلع وهذا تقرب لي راه شي خلع خلع وقص اجي اجي طلع لفوق نزل لتحت يلا نزل نزل هاك صافي زرب عليك عشيرك يبقى فيه الحال. سبحان الله نزل اجي اجي نحاول نكون قريب منهم يخافوا شوية من الكاميرا تجيهم غريبة وراس نحاول ندير لها حركة لا والو قد الباب صافي دماغه مسخوط دماغه خاطئ. تحياتي لخوتي الله ينوركم. دابا راه كاينين سبعة الكورة وثلاثة هما اللي مازالين تيتولوا مع الفريق. إيوا نتمناو الخير. هذا مجددا بعد ما جاو دوك ثلاثة الكورة تبارك الله راه جاو مزيان المهم راكم عارفين. دابا إن شاء الله غادي ندخلوا الحميمات. تسنى تسنى خذ 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 شو هذا مسخوط هذا شوية هذيك يلا خذ 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 يلا زيد 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 سربي 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 ما عندناش الوقت ما عندناش الوقت يلا شي ديك لا راسيهم بحال هكا ما
عمرها تكون الجبال فما بالك على الحمام تيجيب وحده. وصلنا للنهاية ديال الفيديو، تحياتي لخوتي. يلا دخل ابو راس، دخل 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 دخل. سربي سربي كيف العادة، سيكل الشعير. دخل على البطاط، هذا راه من الديكورة اللي جاو مع الطلين. يلا زيد زيد انت زيد. ولي تجي كتعكس هاد اليامات. سير. شوفني باغي. ونخليكم على هاد النظارات. تحية خويا الخوراك، الله ينوركم الإخوان جميعا، نتمناكم ولعناكم. غادي نعطيهم تا هما العسيلة وكذا الله يسخر. نشوفكم في شي فيديو جديد، تحياتي للإخوان جميعا.